حقق المنتخب الجزائري الفوز أمام نظيره الكيني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما أمس في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2019. وفي إطار البطولة عينها هزم المنتخب السنغالي نظيره التنزاني بهدفين نظيفين. وبهذا الفوز تصدر المنتخب السنغالي جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، فيما تذيل المنتخب التنزاني جدول ترتيب المجموعة دون نقاط.